ثانيه من اتى في المركز الثالث الحذر محمد بن علي بن حماد الشامسي. هكذا تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطاب مساءكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية في انطلاقة أشواط هذا المساء وشوطنا الثامن من تمة انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل هنا في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي المنطلق بهذه التحديات في يومه العاشر. هنا الذي نتابع فيه هذه الانطلاقات والتحديات، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول مياس محمد بن أحمد بن سويلم العامري ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة، بينما نهاب سالم بن غانم بن سالم بن راشد المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث، عنيد لمنصور بن سعد بن قذلة الحبابي يأتينا على المركز الثالث ورابع مراكزنا. المنطلق هنا أشيقر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري من ينطلق بناصر بهذه الانطلاقة على المركز الرابع وخامس مراكزنا. يأتي مهيض حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري، وعلى المركز السادس انطلاقة عنيد ناصر بن علي بن سعيد النعيمي من يقدم عنيد على المركز هنا السادس وسابع المراكز. المركز السابع الحر علي بن سعيد بن سليم الاجتبي من ينطلق بالحر على المركز السابع. والمركز الثامن سهم هنا المنطلق علي بن سليم بالاسود العامري يقدم على ثامن المراكز. والمركز التاسع الفارس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من ينطلق بهذه الانطلاقات والتحديات. نتابع هنا انطلاقة حساس عبد العزيز بن سيف بن علي هنا بن كليب لقتبي، والقدوم هناك القادم القادم الاخطبوط هنا خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم لقتبي من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا ها هي الأسماء، ها هي إذن الشعارات المنطلقة الباحثة عن الفوز وعن الناموس. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة، إلى المقدمة والمركز الأول والمنطلق على صدارة. هنا نهاب من غير على صدارة على المقدمة، سالم بن غانم بن سالم بن راشد المنصوري من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما عنيد ناصر بن علي بن سعيد النعيمي يأتينا هنا ثانيا والمركز الثالث. المنطلق مياس محمد بن أحمد بن سويلم العامري، وهنا الوصول شعاره هنا أشيقر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري من هنا أيضا انتزع نقطة في مساء هذا اليوم بهذه الانطلاقات، مع أيضا الحول هناك وانطلاقة سحابة من في الحول المحليات خامس أشواطنا كان لها نصيب الأسد مع أبو ناصر، بينما المركز الخامس هنا مهيض حمد بن محمد بن السيل بن وديمة العامري من يأتينا على المركز هنا الخامس وسادس المراكز. المركز السادس هنا القادم حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي ممثل أهالي المدام قادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا المتسلل الفارس محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من يأتينا هذه الانطلاقة. الوصول هنا من قبل هنا سهم علي بن سليم بالأسود العامري من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. الحر هناك المنطلق
علي بن سعيد بن سليم القتبي من يتابع الحرة بهذا الانطلاقة وبهذه التحديات على تاسع المراكز. وصل الاخطبوط، وصل الاخطبوط هنا يتسلل من مركز إلى مركز. الاخطبوط هنا مع خالد بن سالم بن سعيد بن حضير من القتبي بمتابعة اخطبوط الشاشة. هنا أيضا الإعلامي المميز دائما وأبدا سالم بن سعيد بن حضير من القتبي. هنا أبو سعيد يقدم الاخطبوط. ها هي الأسماء العشرة الأولى، نهى على حضراتكم انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. نعود إلى الصدارة مع النعيمي. من غير على صدارة مع عنيد؟ عنيد عنيد ناصر بن علي بن سعيد النعيمي. من غير إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا مع انطلاقتنا لأيضا الأربعة كيلو مترات بهذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل الذي غادرناه. هنا نتابع أيضا الوصول والانطلاق من قبل هنا القادم، القادم نهاب سالم بن غانم بن سالم بن راشد. هنا أيضا بيأتينا بهذا الانطلاق المنصوري وتحدياته. بينما الهديفي، الهديفي يقدم الشيقر، الشيقر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري القادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. هناك مياس محمد بن أحمد بن سويلم العامري يأتينا على المركز الرابع. خامس مراكزنا مهيض مهيض حمد بن محمد بن السيل بن وديمه العامري القادم بهذه الانطلاقة. وحساس حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب القتبي. وصل الاخطبوط، وصل الاخطبوط هنا على سابع المراكز. خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم القتبي من يقدمه من مركز إلى مركز. ما شاء الله مندفعا بهذه التحديات الجميلة وانطلاقته المتميزة. القادم الحر، الحر قادم هنا علي بن سعيد بن سليم القتبي ينطلق هذه اللحظات ثامنا. المركز التاسع، المركز التاسع والمتسلل، المتسلل الواش حميد بن مبارك بن نايع المنصوري. وعاشرا يأتينا السهم لعلي بن سليم بالأسود العامري. هذه نتيجة للمراكز العشرة الأولى. وسيل من الزمول خلف المراكز العشرة ما شاء الله أراهن العين المجردة. سيل هنا سيل قادم من الزمول بانطلاقة 70 بعير. المدونات هنا لدينا بالكشف. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى عنيد 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 ناصر بن علي بن سعيد النعيمي من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الشيقر على المركز الثاني. الشيقر يأتينا ثانيا حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري وبن وديمه يقدم مهيض حمد بن محمد بن السهيل بن وديمه العامري من ياتي على المركز الثالث ورابع مراكزنا. نهاب سالم بن غانم بن سالم بن راشد المنصوري. وهذا هنا المنطلق ذيب حميد بن سعيد المنصوري من ينطلق بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. الحساس حساس حساس عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب بعد المنعطف الأخير والالتفاف الأخير لهذا المضماري. والقادم هنا القادم الواش حميد بن مبارك بن نايع المنصوري وبن بيشان. بن بيشان ماذا يقدم هنا في هذه اللحظات؟ أيضا اسم جديد يقدمه في الانطلاقة وبالتحديات. هنا يأتينا الفارس حمد بن محمد الفيد بن بيشان العجمي يقدم الفارس في الانطلاقة. وصل هنا، وصل هنا شمشوم حمد بن عبد الله بن خزام العامري قادم. ومن الجانب الآخر الحر، الحر الحر هنا المنطلق علي بن سعيد بن سليم بن الكتبي والاخطبوط المنطلق بهذه اللحظات. هنا أيضا خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم والمتسلل، المتسلل
يتحلل بهذه اللحظات. غيث هنا بهذه الانطلاقة، غيث لمحمد بن عبد الله بن دبيلة، الفلوسي قادم أيضا مع غيث بهذا الانطلاق المميز الجميل على عاشر مراكزنا. هذه هي الأسماء بعد المغادرة لمدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية وإلى الفوز وإلى الناموس. ولكن من غير على الصدارة، روح بن وديمة مع مهيب، روح مع مهيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري المنطلق على الصدارة، وصل بالأخزام، وصل بالأخزام، السلوم من العاشر يتسلل هنا مع شمشوم. حمد بن عبد الله بن أخزام العامري مع شمشوم، من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات؟ حساس على المركز الثالث، حساس هنا ثالثا بانطلاقة عبد العزيز بن سيف بن كليب. المركز الرابع الشيقر، الشيقر هنا حمد بن غانم بسطان لهديفي الكواري، والحر القادم هنا بهذه الانطلاقة الحر لعلي بن سعيد بن سريم لكتبي. غادرنا الكيلومتر الأخير، غادرنا الكيلومتر الأخير، ومهيض مهيض على الصدارة، مهيض على المقدمة على المركز الأول. يلا يا أبو مبارك، روح 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 مع مهيض هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري هنا، أهالي بوابة 11، أهالي السادة ينطلقون، ينطلقون إلى الفوز وإلى الناموس. والقادم بالخزام أيضا أيضا مع شمشوم، حمد بن عبد الله بن خزام العامري مع شمشوم، ولا هنا في هذه اللحظات، والهناك القادم، القادم القادم الواش حميد بن مبارك بن نايع المنصوري قادم أيضا، ولكن مهيض على الصدارة، مهيض على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة هنا بهذا الانطلاقة وبهذه التحديات. ولكن هنا، هنا يندفع في هذه اللحظات شمشوم، شمشوم شمشوم ينطلق هنا في هذه اللحظات إلى الفوز وإلى الناموس. شمشوم شمشوم من ينطلق هنا أيضا لابن خزام، لابن خزام مهيض من الجانب الآخر، عاد عاد مهيض، عاد مهيض، مهيض أمشي، وشمشوم شمشوم ومهيض، مهيض 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 يتسلل إلى الفوز إلى الناموس. اللحظات الأخيرة شمشوم، والقادم القادم القادم هنا، القادم الواش، الواش قادم، واقف شمشوم وبن قذلة، بن قذلة، بن قذلة. الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، ولكن الواش، الواش تهانينا حميد بن مبارك بن نايع المنصوري المركز الثاني، وصل قناد المنصور بن سعد بن قذلة المركز الثالث. مهيض أتانا هناك بانطلاقة حمد محمد بن سلم وديم العامري، المركز الرابع شمشوم حمد بن عبد الله بن خزام العامري، وعلى المركز الخامس وصل الحر، على المركز الخامس الحر هنا بانطلاقة علي بن سعيد بن سليم هنا لكتبي، من وصل بهذه الانطلاقة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام في اللحظات الأخيرة وهذه الانطلاقة والواش، ومن أعلن الفوز أعلن الناموس. تهانينا تهانينا لمنصور بن سعد بن قذلة، عفوا عفوا، هناك حميد بن مبارك بن نايع المنصوري، حميد بن نايع المنصوري، وسجل توقيت زمني مقداره مع الواش هنا، التوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثانية، بينما أتانا هناك الفار القناد، قناد لمنصور بن سعد بن قذلة الأحبابي على ثاني المراكز بتوقيت الزمن مقداره هنا أيضا 12 دقيقة 55 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية، بينما كان مهيض على المركز الثالث هنا بشعار هنا أيضا حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري. هانينا والناموس على ثالث المراكز يا أبو مبارك بتوقيت الزمن مقداره 12 دقيقة 59 56 ثانية هنا أيضا، وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا ل